لو الحكاية فيها إن فيجو. على ربنا يعينه وربنا يقوي الوزراء اللي معاه والراجل السيسي على قد ما ربنا بيقدره عامل والبلد متطور وربنا سهل. شايف ايه اللي اتطور في البلد؟ حاجات كتير لو ارجع كفايه عوده الامن والامان للبلد، كفايه عوده جيبه الشرطه، كفايه ان المواطن بيمشي بامين غير الاول. شايف ايه لسه ما اتطورش؟ يعني قلاع البلد متقدم ان شاء الله، وكل ما بتيجي يحصل تحسن ان شاء الله من ناحيه التنظيم، من ناحيه الخط، من ناحيه الامن، من ناحيه الامان، من ناحيه كل حاجه. السيسي زي الفل، مش هنلاقي زيه في الدنيا بحد، راجل محترم وايده نظيفه، بس ربنا يعينه على الناس اللي موجودين في مصر. شايف تحسين، عمل مؤخرا لقناه السويس، عمل مؤتمر اقتصادي، اهو عمال يسافر بره ويجتهد، خدت بالك لحد ما هيجيب كل حاجه للبلد. عايز ايه تاني؟ راجل مؤخرا ما بينامش ليه؟ من اجل الشعب، لو هو لا مؤاخذه مش حاسس بالناس دي، خدت بالك ما كان يسيبها ويريح دماغه. ايجابياته مثلا هو بدا يركز على الشوارع وتنظيم المرور، بدا يركز على الصعيد والناس الفقراء في الصعيد، بدا يوسع المشاريع الكبيره اللي هي تركز على الشباب. المحافظات اللي حافظت الكبيره في مشروعي بتاع الشباب نفسه، ففي ايجابيات كويسه بس في سلبيات من ناحيه المستشفيات والملف التعليمي لسه طبعا عاوز يركز فيه شويه. الدروس الخصوصيه برضه بتستنزف فلوس الناس طبعا، الاحياء والمحليات لسه ما بتشتغلش لحد دلوقتي، لكن هو ايجابياته اعلى من يعني من سلبياته، فهو كرئيس دوله هو شغال كويس. ده اللي انا اقدر اقوله. ظباط البلد كويس في الشرطه دلوقتي طبعا، بقى في امن وامان في البلد غير الاول. الناس طبعا الاول كانت بتسرق وبتخطف، دلوقتي بقى احسن وانضف طبعا، بس طبعا في ناس كتير قوي الشباب عاوز تتوظف وعاوز تشتغل، مفيش الكلمات دي كلها، احنا عاوزين الناس دي كلها تشتغل وتتوظف وكده، وعاوزين البلد تمشي والحال يمشي، عشان الجو يعني الجو فيه ركود والبلد واقف، البلد واقف فيها ركود جامد، فاحنا عاوزين يعني الرخاء وعاوزين الرخص وعاوزين كل حاجه. والله المشير السيسي رئيس الجمهوريه ربنا يبارك له، السنه اللي مسكها دي احنا شفنا حاجات، اول حاجه قناه السويس اللي بتتعمل دي وهتتفتح بعد شهر او اتنين، تاني حاجه المليون فدان اللي بتعمله، تالت حاجه في شغل ال 3200 كيلو طرق اللي بتعملوا دول، محدش حاسس بحاجه، اللي بيمشي في الطرق ده بيعرف ايه اللي حصل وايه اللي كان، قاعد يقولوا الاسعار ومش الاسعار، كان فاصل عروه في الاسعار وكلام من ده، قالوا الباميه ب 25 جنيه، النهارده انا جايبها ب 8 جنيه، والوزة ب 2 جنيه، في ناس بتحب تعمل بلبله في البلد، في ناس بتحب تعمل بلبله عشان يعني عايزين يوقعوا النظام باي طريقه، الراجل مخلص والراجل ماشي بيقول لله، واللي حواليه والمهندس ابراهيم محلب بنشوفه ما بينامش، قاعد في البيت قاعد في من هنا لهنا لهنا لهنا، النهارده بيسلموا، كان اول امبارح بيسلم في مدينه بدر من مليون واحده سكنيه، وشغال من هنا، تعال شوف وسط البلد اللي باع الجائلين للشارع، انزل وسط البلد دلوقتي بالليل والعمارات اللي اتدهنت، يعني في شغل في البلد، يعني حاجه ما فيش بعد كده بصراحه. انا عن نفسي الراجل ده راجل ممتاز، ربنا سبحانه وتعالى وهب مصر واحد عمره ما هيجي تاني زيه، راجل وطني 100% 100%، وانا بايده مش 100% اكتر من 100%. كراجل مصري عادي، هو بيعمل كل ما يمكن يعمله وبيجري، بس للاسف بقى ان بعض اللي معاه مش قادرين يحصلوا الانجازات اللي عملها كتير. اول انجاز اللي هو قناه السويس ما كانش اي مخلوق قادر يعملها، وهتتعمل وهتطلع قبل ما واخد بالك، عامل مشاريع كتير، اسكان سلم اسكان للشباب، يعني محل السد اللي بقى لسه 1500 شقه واحده هي لسه ولدها، هي حاجات كتير. الايجابيات لا، ده احنا كنا رايحين خالص، احنا كنا ضايعين، البلد دي كانت ضايعه، واحنا ما اخترنا الراجل ده، اخترناه على حق بقناعه وقلب وكل حاجه، وراجل ربنا يديله الصحه. صرف النظر هو ربنا اللي بعته لنا، مش عشان هو سيسي او كان وزير دفاع، لا الراجل ده ربنا بعته لنا فعلا، وشلنا البلد دي كانت هتبقى زي سوريا وزي اليمن وزي العراق، ما كناش هنبقى موجودين خالص على وش الارض، احنا ربنا كرمنا اخر كرم في الدنيا. دي الايجابيات موجوده فعلا، مشاريع، وكنا هنستنى نستنى نستنى بعد سنه بعد اتنين نستنى احنا وراه. طيب البلد دي هنعرفها، مش انا اللي اعرفها بقى، اللي بعدي، اللي بعدي هيعيش في احلى عيشه في الدنيا، وانا مقرر خلي بالك وكذا مره اقول الحاجه دي،
في خلال الست اشهر اللي جايين ها البلد دي هتبقى فوق فوق المستوى. في بقى ايه النواقص اللي هي بتاعت الايه؟ الناس الغلابه اللي موجودين. هو الراجل كتر خيره يشكر استلم البلد كتر خيره ان هو توقف على ايه؟ بس اهم حاجه يكون احنا كلنا معاه، ما ينفعش ان هو الواحد يصيد لوحدها مش هتسقف. فهو كتر خيره يشكر الراجل، ويعني في بعض الوزارات شغاله وبعض الوزارات لا مؤاخذه لسه مش شغاله. لسه مش عايشه معانا برضه، يعني مش عايشه ان احنا عايزين نقوم. لا لسه بعض الوزارات لازم نطبطب عليها ونقومها ونصحصحها يعني من ضمنها اولها يعني وزير التموين مش من هنا. وزير كتير كتير، وزير الداخليه الله يبارك له اللي فات يعني كان شغال الله ينور عليه كويس بصراحه.